انتقل لملف الكهرباء والطاقة. والحقيقة يمكن حضراتكم عمالين نقرأ على الدولة المصرية بتتعاقد على شحنات وكميات كبيرة من الشحنات، سواء الغاز أو الزيت أو المازوت. وابتدى يعني سمعت بعض الأقاويل والأخبار اللي بتتداول، طب احنا خلاص وصلنا شهر سبتمبر وانتوا كنتوا قلتوا لنا هترجعوا تاني لانقطاع الكهرباء، وابتدى بقى يتقال ده القاهرة هنقطع ساعة وبقية المناطق ساعتين، طب هو ايه الموقف؟ وطبعا احنا كنت لما اعلنت هذا الموضوع لحضراتكم كنا قلناه ان احنا هننتهي، يعني هننظر في نهاية شهر الصيف هنعمل ايه، مع وعدنا ان احنا هنكون حريصين على بداية او نهاية 24 وبداية 25 نوقف عملية تخفيف الاحمال. لكن الحقيقة اللي انا عايز اقوله لحضراتكم ان احنا كل الاجتماعات اللي كنتوا بتتابعوها على مدار الاسبوعين او الثلاثه او الشهور الشهرين اللي فاتوا ما كانتش فقط بغرض تامين احتياجات شحنات الصيف، احنا كنا شغالين على تامين كل احتياجات الدوله عشان ما نرجعش تاني نقطع كهرباء. وعشان كده النهارده انا واقف قدامكم عشان اقول له حضراتكم واقول كل المصريين لن نقطع الكهرباء مره اخرى، لن يعود انقطاع الكهرباء مره اخرى.